بعدما كان مقرباً من حافظ الأسد ونجله باسل وينفذ كل تعليمات النظام السوري، يقال إن أمراً صغيراً أزعج الأسد منه في الفترة الأخيرة من حياته ليتم من بعده إعلان خبر مفارقته الحياة بشكل غامض. فما قصة رئيس الوزراء محمود الزعبي؟ ثلاث رصاصات أنهت حياة رئيس الوزراء محمود الزعبي، تلك كانت الرواية الرسمية التي أعلن بها النظام السوري وفاته، لكن خفايا أخرى خرجت للعلن قالت عكس ذلك. فأي الروايات أصدق؟ محمود الزعبي المولود عام 1935 في درعا، حاصل على شهادة الهندسة الزراعية من جامعة دمشق، التحق بوزارة الزراعة وتدرج في المناصب من إدارة مشروع حوض الفرات في محافظة الرقة إلى تولي حقيبة وزارة الزراعة، ثم إلى رئاسة مجلس الشعب. تولى رئاسة الوزراء خلال الفترة ما بين 1987 وحتى العام 2000 في عهد حافظ الأسد، ليكون بذلك صاحب أطول فترة رئاسة وزراء في تاريخ سوريا. وكان الزعبي من المقربين للنظام السوري، وخاصة باسل الأسد الذي كان ينفذ له الزعبي كل أوامره. وفي عام 2000 أقيل الزعبي من منصبه بسبب اتهامات بالفساد وسوء الإدارة، وطرد أيضاً من عضوية حزب البعث الحاكم، ووضع تحت الإقامة الجبرية في منزله، ليعلن في مايو أيار عام 2000 إقدام الزعبي على إنهاء حياته بنفسه بثلاث رصاصات في الرأس، وقيل إنه فعل ذلك حتى لا يواجه المحاكمة. وبحسب وكالة الأنباء السورية، فالزعبي فعل ذلك بعدما وصل قائد الشرطة لمنزله ليسلمه إشعاراً قضائياً للمثول أمام القاضي للرد على الاتهامات الموجهة إليها. لكن تلك الرواية التي أشاعها النظام السوري قوبلت بسخرية من السوريين، حتى إن القاضي الجنائي حسين حمادة برر هذه السخرية موضحاً أن من يقدم على إنهاء حياته في منطقة الرأس لا يستطيع سوى إطلاق رصاصة واحدة. وقال اللواء محمود علي، وهو رئيس فرع أمن جنائي سابق، في حواره مع قناة الجزيرة إن الزعبي كان لا يخفى عنه شيء، خاصة الأموال التي تكدس خارج ميزانية الدولة عبر مكتب تسويق النفط الذي يدار بين ثلاثة هم حافظ الأسد أو ابنه والزعبي. فبعد وفاة باسل الأسد وتهيئة بشار للحكم انحصر هذا السر بين حافظ الأسد والزعبي، وكان بشار يكره الزعبي بشدة على عكس أخيه باسل. وقيل إن الزعبي سرب خبر استرجاع أموال باسل الأسد من النمسا والمقدرة ب 13 مليار و200 مليون دولار. وفي ذلك الوقت كان الاقتصاد السوري في مرحلة صعبة، وكانت ميزانية سوريا 3 مليارات و400 مليون دولار فقط. ويقال إن حافظ الأسد لم يغفر للزعبي خطأه، فأنهى حياته رغم تقربه منه وتنفيذ الزعبي أوامره هو وأبناؤه خلال فترة أزمته الصحية. وفي رواية أخرى قال مدير مكتب الزعبي حينها بسام جعارة إنه بعد تعيين مصطفى ميرو رئيساً للوزراء اكتشف أن مبلغ 50 مليون دولار سحبوا من مكتب تسويق النفط. فأبلغ بشار الأسد الذي طلب منه الاستفسار من الزعبي الخاضع للإقامة الجبرية، وتابع أن الزعبي انزعج من السؤال الذي اعتبره اتهاماً، وقال لميرو اسأل بشار فهو الذي يعرف، مؤكداً أن هذه العبارة كانت الدافع المباشر للرصاصات التي أنهت حياة الزعبي.